يعني انت مش مصدقك؟ هيصدقني انا؟ مرات ابوها كانت عمها تضربها وكسرتها يا عيني. اذا انا اكلم مرات باباكي هكلمها واقعد اتكلم معاها واقول لها ما تضربيش غزل تاني. فبتسم ما ضربتلي وطلعتلي بره قالت لي ما ترنيش الباب عليا. ازيك يا غزل؟ الحمد لله. ايه رايك تلعب معايا بالهوبر بورد؟ ليه يا امنيه متضايق؟ ليه يا غزل مالك متضايقه ليه؟ انا اقولك يا امنيه، بس يا امنيه مرات بابا متعاملني وحش وكل يوم بتزعقلي وبتخليني اغسل مواعين واروح البيت. يا غزل بس انتي صغيره يا غزل، ما ينفعش تعملي شغل البيت. ايوه يا امنيه، وانا عايزه ماما ترجع لبابا ومرات بابا بتعاملني وحش. طب بصي بقى يا غزل، انا جاتلي فكره حلوه قوي شفتها على النت دلوقتي انا هعملها. اقولك على حاجه. ايه يا امنيه؟ باباك هيرجع مامتك ومرات ابوكي هتمشي يا غزل. بجد يا امنيه؟ بجد والله. طب ايه هي الفكره؟ تعالي اقولك على الفكره. يا غزل. ايه يا امنيه؟ ده بجد كأن مرات ابوكي ضرباكي. بجد؟ بجد والله. ماشي يا امنيه. بصي بقى، انت عليكي بس ان انت تقعدي تعيطي وما تتكلميش خالص. ماشي. وانا هعمل كل حاجه. ماشي. دلوقتي اطلع اخبط على سكان العمار. يلا. تعالي. شفت الفار الصندوق اللي اكل البندق فوق سطح الفندق؟ معلش يا غزل. ايه ده؟ ايه اللي حصل لك يا استاذه غزل؟ ده انت كنت لسه نازله كويسه ما فيكيش اي حاجه. مرات ابوها كسرتها قعدت تضربها. يا لهوي يا غزل. معلش. الف سلام عليك يا غزل. الله يسلمك. تعالي تعالي يا غزل تعالي. ايوه امنيه، كويس ان انت جيتي يا امنيه. انا عاوزك في حاجه مهمه قوي. انا النهارده اخيرا لقيت عروسه. ايه رايكم بقى كده؟ ازيك يا غزل عامله ايه؟ هي كده حلو؟ بس هلبس جاكيت بدله. عندي جاكيت بدله هلبسه كده. ايه؟ ابقى فنان كده ولا ايه؟ بصي شعري كده حلو ولا لا؟ امنيه انت عارفه ان انا بحب اخد رايك. ها؟ ايه مبسوطه؟ شكلي حلو كده؟ يا عم محمود ساعدنا يا عم محمود. نعم. بص يا عم محمود. ازيك يا غزل عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ طمنيني عليكي، كله تمام الحمد لله. يا عم محمود. ايه؟ مرات ابوها قعدت تضربها يا عم محمود عشان كسرت كوبايه. لا ما تكسريش حاجه ثانيه او خلي بالك على نفسك. ماشي. يعني انت مش هتساعدني يا عم محمود؟ هساعدكم اللي انتوا عاوزينه. عاوزين اعمل ايه؟ انا هساعدكم وانتوا تساعدوني. خلاص؟ ماشي. طب بص يا عم محمود. اتفضلوا. دلوقتي انت تتصل ببابا غزل وهتقول لا وهتقول له ان غزل مرات ابوها عمها تضربه. لا ما يردنيش وهكلمه. بس لما ربنا يوفقني النهارده هروح للعروسه، لو وافقت بيا هوعدك ان انا اكلم مرات باباكي هكلمها واقعد اتكلم معاها واقول لها ما تضربيش غزل تاني. ماشي؟ هو تعالى نفسك. يا محمود كده حلو حاجه كده. يا محمود اساعدنا ولا لا؟ ماشي يلا بينا يا غزل. على مين؟ عيطي تعالي. لا صعبتي عليا. هتعيش معلش. ثواني يا استاذ. هتعيش ثواني. ما تعيطيش يا استاذه. حضرتك انا هاجي لكم النهارده ان شاء الله بس مش هتقدم لك. لا انا مش هعمل عروسه. ماشي؟ ها؟ مين العروسه بقى يا محمود؟ ايه؟ واحده من الشارع اللي جنبنا. والله؟ والله. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها نحمده. نحمده؟ اه. ماشي نحمده. خلاص. اسمها حلو قوي. ماشي والله. مش عاوز اي حاجه؟ لا والله. ربنا يجيك يا شيك ولا لا؟ كده انت جميل. دخل حبي جوه يا الله. لا وانت لو بتشتي مره. طب انت كده يا عم، انت لو عملت كده ممكن تعمل كده حلو. مظبوط قوي عليك. اشكركم جدا. ماشي. هتساعدنا؟ هتيجي شو نفسي حبت عليا قطعت قلبي. لا مش بتعيط بتضحك على فكره. لا ده بقى دخل اللي جوه. ايوه بس الدرب بقى دخل اللي جوه. هتاكل عندها ضب بس دخل اللي جوه. يلا تعالي يا حبيبتي. السلام عليكم. شكرا شكرا. انا عجبتوه ان شاء الله هحبها. ايوه يا استاذ محمد والنبي، في حاجه ولا ايه؟ ايوه. شايف غزل؟ ايوه. مرات ابوها كانت عامله تضربها وكسرتها. تعرف ليه؟ كل ده بس عشان كسرت كوبايه. تعرف كمان مرات ابوها بتعاملها وحش، بتخليها تنظف الشقه كل يوم. وانا عايز اقول لك على حاجه، لما بتشتكي لباباها باباها مش بيصدقها.
بيكذبها. بص يا أمنية، أنا ما بحبش أتدخل في حياة حد ولا حد يتدخل في حياتي. ما أنا عايزك بس تتصل بباباه وتقول له اللي حصل عشان هو مش بيصدقها. لا ماليش دعوة. عشان خاطري. أنا آسف. طب عشان خاطري يا محمد. لا مش هينفع والله. اعتبرها شبه بنتك. أنا بصي بحب كده إيه أبقى عايش لوحدي، ولا ليا دعوة بحد ولا حد ليه دعوة بيا. يعني يرضيكي ليه في ده؟ مش روحي اشتكي لباباك يا حبيبتي وقولي له. بابا مش بيصدقني. مش عارف والله اعمل ايه. يعني انت مش مصدقك هيصدقني انا؟ بعد اذنكم. ايوه ايوه مين؟ انا. ايه ده ايه ده؟ مالها غزل؟ مالها يا امنيه؟ في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا مش فاهم. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا حبيبتي قلبي؟ مالها يا امنيه؟ مرات ابوها كانت عمها تضربها وكسرتها. يا عيني كسرتها. ايه ده عملت فيها كل ده؟ ايوه. طب وازاي يعني؟ ازاي ما حدش حش عنها؟ طب وفين باباها؟ ما هي لما بتشتكي لباباها باباها مش بيصدقها وبيكذبها. عيني دي البنت دي بتخليها كمان تنضف الشقه وتغسل المواعين. يا حبيبتي يا بنتي دي البنت متكسره خالص. يا عيني يا بنتي. النبي. طيب انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ طب انا اساعدكم ازاي؟ طب قولي لي. بصي لو انت عايزه تساعديها بجد اتصلي باباها والنبي عشان خاطري وقولي له اللي حصل. طيب انا طبعا هقول له. طبعا حاضر لازم اتصل بيه طبعا واقول له. ماشي ماشي احنا ماشيين بقى. طيب ماشي حتى خلي بالك. اوعي تنسي. لا والله ما انسى يا امنيه بس خلي بالك عليها يا امنيه. حاضر. سلم عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. يا عيني دي البنت متكسره خالص. تعالي تعالي تعالي. الو ايوه استاذ احمد. بس انت يا بنت يا غزل انت شقايه. لا انا عارفاكي على طول بتخبطي عليا وبتطلعي تجري. بجد يا غزل؟ ايوه. وانت كمان يا اختي معاها. خلاص يا تيتا بس انت تساعدينا ولا لا؟ هتعملي نفسك مش عارفه يعني؟ خلاص يا تيتا اخر مره تخبطوا عليا. يا تيتا والنبي ساعدينا ساعدينا. اساعدك اعمل ايه يعني؟ تتصلي بابا غزل. معيش تليفون يا اختي. وتستاهلي يا غزل. تستاهل كده يعني؟ عشان على طول بتعملوا فيا مقالب وبتخبطوا عليا وبتطلعوا تجروا. المفروض تبقي طيبه معانا يعني. وانا طيبه؟ فين سالت ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ يا ست بقول لك مرات ابوها ضربها. ايه؟ روحي تعالي مرات ابوها واضربيها. بقول لك ايه يا امنيه؟ نعم. لو خبطتي عليا تاني هعلقكم انتوا الاتنين الاول. كده يا تيتا؟ كده ماشي؟ ماشي. حطكم القرف في منظركم. ماشي يا تيتا. خير بس في ايه احكيلي؟ بص دلوقتي قلقتيني على فكره. بص دلوقتي غزل صعبت عليا قوي بصراحه. ليه بس في ايه احكيلي بس؟ مرات حضرتك ضربه غزل ضرب جامد جدا والبنت يا عيني مش قادره تتحرك. ووشها وايديها يا عيني البنت متكسره ووشها متشوه خالص. ليه حضرتك ساكت على كده؟ وليه حضرتك ما بتصدقش البنت لما بتشتكي لك من مراتك؟ ليه كده؟ حرام عليك البنت غلبانه دي طفله طفله والله حرام. صدقني
صدقني انا ما اعرفش الا منك دلوقتي حالا دلوقتي انا سالتها أنا دلوقتي حضرتك وحل الموضوع دوت وشوف سلمى عملت ليه كده حضرتك انا سالت البنت ما تشتكيش لبابا ايه بابا مش بيصدقني اسمع بنت حضرتك اهم حاجه عندنا الاطفال والنبي بالله عليك اهتمي بالبنت حضر شويه حضر حرام عليك والله سلمى سلمى ربنا معاك يا غزل طمني عليك يا حبيبتي طمني دماغك ملك الدكتوره اللي جه يا حبيبتي قولي لي بس هي بس ضربتني عشان انا كسرت كوبايه من غير قصدي والله العظيم والله العظيم هسيبها ماشي يا غزل ماشي يا حبيبتي معلش يا حبيبتي معلش يا سلمى يا سلمى ايه اللي عملتيه بالبنت ده يا سلمى ايه ده يا غزل اللي عملتيه بالبنت ده يا سلمى فاهمين يا سلمى بصراحه انا ما عملتش حاجه والله ايه اللي انت عامله ده يا غزل هو ايه اللي حصل لك يا غزل احكي احكي يا غزل اللي حصل هي ضربتني انا وهي بابا كل يوم بتخليها اروق الشقه والمره خلتني اطلع بره البيت ما بتعملوش نفسك عامل ايه يا احمد والله ما عملت لها حاجه والله العظيم عمري ما اعمل كده في غزل والله لا ست لا حرام عليك تعملي البنت دي كده يا احمد والله ما عملت كده انا عمري ما عملت كده ما ضايقتك في حاجه ولا عمري في حاجه نقصتك حاجه وقبل ما تكون الطلب بيكون عندك دي الامانه اللي انا سايبها معاكي تعملي البنت كده والله قول لي كده قول لي اسمعني والله العظيم عملت لها حاجه انا مش عايز اسمعك ولا عايز اسمع صوتك اصلا ولا طايق اشوفك قدام مني تاخدي بعضك دلوقتي تروح عند بيت ابوك بس اسمعني مش عايز اسمع صوتك والله ما عملت لها حاجه مش عايز اسمع صوتك خلاص يلا ايه يا غزل انا عملت لك حاجه يا غزل ايوه والله ما عملت لها حاجه ما تضيش يا حبيبتي ما تضيش انا عمري ما عملت يلا يلا بالله انا ماسك اعصابي بالله خلاص طب خلاص بس اعرفك حاجه ان انا ما عملتش حاجه في غزل هجيبك هجيبها لك على بيت ابوك يا عم عايز حاجه منك يا عم يا بابا ايه يا غزل يا غزل انت تعبانه يا غزل ما تتكلميش يا غزل تعالي يا غزل دلوقتي هكشف عليك تاني عند الدكتور نشوف الموضوع دوت نظامه ايه يا غزل بابا نعم يا حبيبتي صح يا بابا انا قلت لك تجيب بابا ماما يا بابا ماما طيبه مش هتعمل فيا حاجه حاضر يا غزوله حاضر يا غزوله انا راح ارجع لك مامتك يا حبيبتي بس اهم حاجه تكون انت بخير يا حبيبتي اهم حاجه انت عندي يا غزوله ماشي يا غزوله ماشي يا بابا ماشي يا حبيبتي انا هرجع لك مامتك يا حبيبتي تعيشي مع مامتك ماشي يا بابا معلش يا غزل حقك عليا يا غزل شوفي شوفي بتكدب ازاي يا غزل ايه يا بابا غزل هيا غزل عملت ايه